ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الحمل هنتكلم على توقعات شهر اغسطس لعام 2022. مبدئيا احنا عندنا شهر اغسطس هيكون شهر رائع كتير ومميز جدا جدا جدا، مليء بالبدايات المتميزه. اول 3 اسابيع بيكونوا رائعين على اصحاب برج الحمل. اقدر اقول ان انت عندك فعليا تقدم، دعم بشكل كتير قوي، عندك طاقه عاليه، عندك كتير من الخطوات البدايه، ممكن تكون عندك بدايه مشاريع، بدايه لانطلاقه معينه، فكر بشكل كتير متواجد، عندك استحضار ذهني، يعني سرعه بديهه عاليه جدا هتكون متواجده، عندك حكمه في التعامل، وعندك كمان ان انت بتحاول كتير تخلص امور ماليه او ان انت بتسد ديون، بتسد احتياجات، بالنسبه لك كمان عندك تحقيق مكاسب متواجده في خلال الشهر ده. اقدر اقول ان الوضع الخاص باخر اسبوع هيبقى فيه ضغوط نوعا ما في بعض الامور الصحيه الغير لطيفه شويه، هيبقى عندك ضغط معين، لكن انت برضو بتحاول انك تيجي على نفسك بشكل ازيد، يعني برغم الضغوط الصحيه اللي ممكن تقابلك الا انك هتعافر في امورك الحياتيه، وان انت تنجح، بان انت تصل، بان انت تحقق، فعندك ده جدا يا برج الحمل. برج الحمل لما نيجي نتكلم، انت طبعا الشمس موجوده ببرج الاسد اول 3 اسابيع، عطارد هينتقل لبرج العذراء في خلال الشهر، بالنسبه لك كوكب الزهره هيكون موجود ببرج السرطان، وده بالنسبه لك كوكب الزهره يبقى موجود لحد يوم 11 وبعدين بينتقل لبرج الاسد، وهنا برضو بيحصل فيه اختلاف كبير جدا في الوضع العاطفي، ايجابي، اختلاف ايجابي بالنسبه لك. طبعا كمان المريخ موجود ببرج الثور، وده حاجه قد ايه برضو بتخليك ان انت تبقى مجتهد اكثر واكثر جديه في التعامل المهني. ولما بينتقل المريخ لبرج الجوزاء هيكون ده من بعد يوم 19، بس هيبقى بالنسبة لك بقى فكرة الوصول والإيجابيات والتقدم. تعرفوا إن عالميا لما يكون المريخ موجود ببرج الجوزاء هيبقى فيها صعوبات شوية، ضغوط شوية، يعني المهم الحاجات اللي هي الانقلابات الطبيعية عامة. خلونا ان احنا بنتكلم على برج الحمل، ما بنتكلمش على اجواء عالمية دلوقتي. المهم برج الحمل، فاذا تعالوا نتكلم على الوضع المهني ثم المالي والعاطفي والخ، عشان احنا توقعات الشهرية دي بيبقى فيها كلام كتير قوي. طيب الوضع المهني، الوضع المهني بالنسبة لك انت عندك في اشخاص داعمين ليك جدا، يعني في بداية عروض مهنية، اشخاص يعرضوا عليك شراكة مهنية، اشخاص يقولوا لك انت متميز جدا، انت ناجح، يعرضوا عليك شهادة تقدير، حاجة انت كنت مقدم شغل فيها. من الاخر كده اللي عارف لما يبقى الله اكبر كده ما شاء الله، يعني لما باب الرزق يتفتح في التعاملات المهنية ده عندك جدا، يعني عروض مهنية من هنا، تقدم مهني من تعامل، يكون مثلا عارف لما يبقى مثلا ان انت تبقى قاعد مفيش شغل مثلا، اللي هو الدنيا مكتمه شويه، وفي مره واحده تلاقي انفراج حصل، فاذا في عندك عروض من هنا من هنا، شراكات، مش عارف ايه الجو ده. بالنسبه لك الاجواء الخاصه بالشراكات المهنيه قد ايه بالنسبه لك متميزه كتير؟ يعني لو يعني الناس مثلا ممكن تسالني تقول لي هل لو احنا عندنا عروض مهنيه او شراكات مهنيه ده هيبقى حاجه جيده كتير لينا؟ طبعا هتبقى حاجه كتير جيده لاصحاب برج الحمل، بس الفكره كلها فكروا كويس قوي قبل اتخاذ اي قرار، لان ده امر مطلوب، لان انت ما عندكش عرض واحد او عرضين، لا ده انت عندك عروض وعندك كتير من الاشخاص اللي عايزين يعرضوا عليك شراكات مهنيه، فاذا تأنى في اختياراتك. برج الحمل عندك كمان القدرة على التميز المهني، سواء انت كنت صاحب مشروع خاص، يعني لو انت عندك مشروع خاص بالنسبة لك فانت قادر كتير على انك تميزه، قادر كتير على انك تنجح، قادر كتير على انك تتفوق، قادر كتير على انك تعمل اسم، على انك تعمل قوة. اصحاب برج الحمل الناس المعروفين او المشهورين، معروفين يعني مثلا في وسط اشخاص اجتماعية سواء في مكانك ايا كان، فيكون عندك القوة تزداد حدة، يعني قوة احسن وافضل. عندك كتير من معالجات في الشأن المهني، يعني لو عندك وقت انت ضيعته، اللي عنده وقت ضيعه ده فرصة حلوة لان انت تقدر تنجح، تقدر تطور، تقدر انك تكون احسن وافضل. بالنسبة للامور المهنية لو عندك بعض اللخبطة او الاخطاء هيبقى بالنسبة لك عندك قدرة على تصليح الاخطاء واللخبطة، عندك قدرة على تصليح العلاقات مع اصدقاء العمل، فبالنسبة لك الوضع على تميز هايل جدا وعلى نجاح جدا في الشأن المهني، وقادر كتير على انك انت تعالج كل ما فقدته في الفترة التي تسبق الفترة دي. طيب الوضع المالي، الوضع المالي برضو ارجع واقول لكم ما شاء الله جدا، لان الوضع المالي هيبقى عندنا فيه حاجة متعلقة بمال قادم.
المال القادم هيكون متعلق بإيه؟ متعلق بأمور قانونية، متعلق بأمور قضائية، في عندك كمان عروض والمهنية والشراكات المهنية، ده بيساوي دخل مالي جيد. بالنسبة لك لو أنت عندك في أزمات متعلقة بشأن مالي أو قانوني أو قضائي عامة، فيكون عندك استرداد للحقوق، يعني عندك القدرة على استرداد حقوق. آه بالفعل. فإذا الوضع المالي هيبقى جيد. آه. هل مثلا أنت عندك اللي هو غنى مثلا قوي؟ لا، انت عندك اصلا فواتير، عندك ديون، عندك متطلبات مالية بالعبيط خلال الشهر ده. فاذا هتطلع، يعني جاي لك فلوس طلع فلوس، عارف اللي هو يجي من هنا يطلع من هنا، فده موجود كده، بس مش في تعثر، يعني ما فيش تعثر في الامور الماليه، بل بالعكس مال قادم لسد احتياجات وسد ديون. فبالنسبه لك انت كان عندك قلق مالي او قلق على امور ماليه او قلق على قلق ازاي اسد ديون، ازاي اسد الاحتياجات، ولكن هيكون القلق ده بالنهايه بحاله اطمئنان، يعني هتكون مطمن على ان انت تقدر تحقق المكسب او تحقق القوة. كمان المريخ بيساعدك في ده جدا، المريخ بيقويك ان انت تنطلق اكثر في ان انت تنجح اكتر، تحقق مكسب اكتر، الجو ده. طيب بالنسبة لي الحب بقى والمشاعر والعاطفة واللي منه، هقول لكم انت اول 11 يوم هيبقى عندك اللي هو الحنين قوي والمشاعر والحب واجواء الرومانسية واللي منه، هتبقى كتير الناس اللي هم مش مرتبطين هيكون عندهم الحنين للحب، عايز اني احب وعايز اتحب، عايز علاقه، عايز اني حد اهتم بيه وحد يهتم بيا، عايز يبقى في مشاعر متبادله، في كلام حلو اسمعه، يبقى في استقرار عاطفي، بتدور على ده جدا جدا. في ده نقطه كتير مهمه، بس هقول لكم على حاجه مهمه كتير تخص برج الحمل عامه، سواء مرتبط مش مرتبط. العلاقات الطرف الثالث خلي بالكم كتير منها، لان ممكن يجذبكم شخص ما بيحاول انه يتلاعب عليكم، ولكن هتفوقوا للامر بخلال نص الشهر، يعني لما يجي نص الشهر بالنسبه لك هتفوق لنفسك ان العلاقه دي لا خلي بالي احاول ابتدي بقى من جديد، فيكون عندك ان انت بتفوق نفسك، او علاقه ممكن تكون علاقة شوية، ممكن تكون طرف ثالث، أو ممكن تكون علاقة لسه في البداية بس مش معرف الناس بيها، فتاخد خطوة جدية فيها، ده بالنسبة للناس اللي هم لسه ببداية العلاقات، فيبقى عندك ان انت هتاخد خطوة بيها. اكتر الابراج اللي ممكن تاخد معاهم خطوات في الشأن العاطفي ابراج مائية، ابراج مائية وابراج هوائية برضو على فكرة، ابراج هوائية ومائية جدا، ده بالنسبة لي النقطة دي جدا. لكن عامة الناس اللي هم مش مرتبطين هتبقى بتفكر كتير في علاقة استقرار، يمكن عندك علاقة انت مداريها عن الاهل والناس، لكن بتحاول كتير انك تتخذ فيها خطوة اساسية او تظهرها للعلن. الناس اللي هم مرتبطين بالفعل عندكم مواليد، نسبة مواليد عالية جدا جدا جدا، اخبار سارة متعلقة باولاد، اخبار سارة متعلقة بمواليد، عندك شؤون خاصة بمواليد او اولاد بتحاول ان انت تسعى اليها وبتخلصها وتنجزها. الناس المنفصلين هيكون عندك كتير من العلاقات الجديدة، علاقة جديدة بتبتدي، علاقة جديدة، لو كنت منفصل عن فترة قريبة فممكن يكون عندك رجوع، لو فترة قريبة فيكون عندك جديد في الموضوع، بيحصل رجوع، يعني في بداية اقدر اقول لذيذة كتير لاصحاب برج الحمل، بتختلف بس عملية التوقيت بالنسبة لك، من يوم 12 بيتجدد الكثير والكثير في التعاملات العاطفية، تحقق استقرار بالفعل. يعني بالنسبة لي الامور الصحية زي ما قلت لك خلي بالك كتير اول الاسبوع الاخير بالاخص، لان هيكون في ضغوط صحية، بس انت هتقدر ان انت يعني عارف اللي هو وعكه صحيه، فتخلي بالك، هتخلي بالك منها، هتعرف تخرج منها، يعني لان عندك اصرار قوي، اصرار قوي على ان انت تعرف تخرج من محنه، من امر صحي سلبي فالخ، يعني اصلا هيكون عندك دعم لكتير، يعني انت بتقف جنب اشخاص كتير، بتدعم اشخاص كتير خلال هذا الشهر، انت الداعم الاقوى لذاتك وداعم قوي للاخرين، حد من المقربين عليك كمان او المقربين ليك ممكن يكون عنده ضغوط صحيه وهيكون عندك اهتمام بهذا الشخص جدا. برج الحمل كمان النقطة المهمة جدا في الأمور العائلية إن هيكون عندك تقارب عائلي بس مع الأشخاص الجادين أو الأشخاص الكويسين، هيبقى عندك زيارات ود تقارب مع أشخاص في الوضع العائلي جيدين، الأشخاص السلبيين بالنسبة لك في التعاملات العائلية هيكون عندك معاهم قطيعة، يعني بتنهي علاقاتك او علاقات مع بعض الاشخاص، او بتعرف اشخاص على حقيقتهم من الامور العائليه المدعين بايجابيات او المدعين بحبهم ليك، لكن هتعرفهم على حقيقتهم بصوره كتير قويه.
التوقعات الشهرية دي دايما احنا مش بنقدر نحنا نكفي الشهر كله، لكن التوقعات الاسبوعية بنكون قادرين على ان احنا نكفي الشهر كله. ولكن اللي اقدر اقول لكم ان هو شهر بالمجمل ايجابي جدا جدا. اتمنى ان انا اكون وضحت لكم يعني بعض كده المشتقات من خلال الشهر. شهر رائع، شهر متميز، عندك ارادة عالية جدا جدا فيه، متفوق على نفسك جدا، متفوق على اعداء، متفوق على الاخرين، مدعوم بصورة كتير قوية من عدة نواحي، ومدعوم بأول ناحية من جانبك انت ذاتك. بشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.